السلام عليكم. أولا قبل ما نبدأ في هذا الفيديو، ماذا بيا نقول خوتنا كل مبروك عليكم رمضان هذا اللي راه قادم. الله إن شاء الله تفوتوه في الهنا والمحبة والاتحاد، وبالك هذه هي الفرصة لنا كل باش نتفكروا الناس اللي حوالينا اللي عايشين يعني في ظروف صعيبة بزاف بزاف، واللي في الوقت وين احنا نفرحوا بهذا رمضان هذا كيجي يعني المناسبة نتاع باش نعودوا نتلاقاو في بعضنا البعض في العائلات وفي السهرات ونتناولوا الفطور مع بعضنا البعض البشاشة والسرور. كاين الناس اللي هذه مناسبة واحدة أخرى مرة كل مرة تفوت عليهم، كي يقرب رمضان يخافوا مساكن في رمضان يعودوا يشوفوا الناس كل دارين بهم يعني عايشين في نعمة لدرجة وان الناس تفزت تعود ترمي تعود تبذر، وناس اخرين اللي مغرب سبحانه ما عايشين يعني في هم كبير. وكاين اون فيديو في لاباج فيسبوك تاعي بثالي في شبان، وريلكم عائله كامله يعني عائله كامله فيها قدان واحد مساكن مراض عقليا، كاين واحد 30 سنه ما خرجش من واحد بلايص هك في وسط الشومبره قافلين عليه شغل واحد قيطونه هك 30 سنه ما خرجش منها. لا تحكي الأم مسكينة يعني عيطت للناس باش يعاونوها، عيطت للحكام المنتخبين باش ضربت البيبان كل طبطبت في البيبان كل، لا تحكي تقول لهم كي يوصل الليل يوقع لي مشكل ينظر كل يتقابلوا شكون يلقى البلاصة باش يرقد، كاين اللي يلقى البلاصة كاين اللي بات كاك بات قاعد. المهم هذه يعني مناسبة تاع رمضان هذه لازم بالك نتكاكا ونذكروا اخوتنا اللي دارين بينا اللي سامح فيهم هذا النظام، هذا النظام هذا وسامح في كل من ضعيف لهذا المعطوبين هذا الامراض لي زونتيكابي كل بصفه عامه، اليتامى الهجلات الفقراء المعزولين. وحنا عندنا مسؤوليه، مش غير نمسحوا في الحكومه برك، الشعب كل عنده مسؤوليه، الشعب اللي يقبل يعني باش الضعاف منه المساكين اليتامى المعطوبين اللي يتحقروا بهذه الدرجة هذه وتسمح فيهم الأمة، شعب ثاني مسؤول. اسمحوا لي خاوتي يعني حقيقة هذه الحصول، ربي يجعل هذا رمضان إن شاء الله مقبول للجميع. وهذه هي حبيت نرجع درك لفيديو تاع هذه اللي دارها عليا جماعة. انا لما نقول يخدموا مع الدي ار اس كاين دابور نبدا بحاجه، كاين اصدقائي ناس حبابي يعني ومعايا في المعارضه يعني ينشروا معايا لموا عليا قالوا لي يا جمال لا تطيح قيمتك لهالدرجه تروح تلطخ روحك مع التفون هذا، هذا الناس هذم قال لي تلطخ روحك، قال لي لا تهبط روحك لهالدرجه خليهم يهضروا لارواحهم تفاصلوا ما هضرين. انا مانيش موافق معاه. علاه؟ انا قلت لما كانش مشكل انا علاه، انا ما عنديش طموح سياسيه، ما عنديش طموح، مانيش راني قاعد ندير في لي فيديو ونكتب في لي زارتيكل تاعي سوغ ان افيك ان اوبجيكتيف يعني pour arriver pour émerger demain si un changement نكون انا من les équipes qui vont remplacer ce régime. Je n'ai aucunement d'ambition de ce genre. Jamais de la vie, jamais. Le Konigi Bouhali sur un plateau, donc sur un plateau, n'importe quelle responsabilité, n'importe laquelle, je ne l'accepterai pas, ni aujourd'hui, ni demain. Et je le dis maintenant. Et c'est une vidéo, donc ça va rester. Mais je ne veux pas de responsabilité, je n'ai aucune ambition politique. Donc,
Je ne fais pas attention, moi, je porte pas de gants. Moi, j'y vais franco. Quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Je ne fais pas le calcul des répercussions éventuelles sur ma réputation, sur comment dirais-je, ma crédibilité, ma majesté, j'allais dire. Moi, je m'en fous, moi. Je descends à l'arène à chaque fois qu'il le faudra. Mais qu'en est-ce que le حاجة واحدة أخرى. هذا الناس هذا أنا لما نقول لهم من دي ار اس ça veut dire ils sont du دي ار اس de façon volontaire ou de façon objective. احنا على بالنا nous sommes des gens qui sont relativement informés. Nous sommes un groupe de gens qui activons وعندنا احبابنا في الجزائر يبعثوا لنا معلومات، عندنا احبابنا في كل الاوساط، عندنا احبابنا حتى في وسط الدي ار اس. خاطرش الدي ار اس ما ننساوش خاوتنا. يفو با نقولوا الدي ار اس اون جينيرال. الدي ار اس il est pris en otage par une dynamique et par une bande de crapules, de criminels contre l'humanité et de pillards. ولكن في وسط الدي ار اس هذا كاين ناس نزهاء مواطنين حقيقيين. كاين ناس مواطنين يستناو في اللحظه وقتها ولكن ما ينجموش وحدهم يخرجوا هكا يديروا غدوه يبدلوا النظام. من حقهم يستناو الشعب هذا يلسان بليك. Ils peuvent pas comme ça s'aventurer, ils sont pas bêtes, sinon ça servirait à rien s'ils étaient bêtes. Donc ils attendent كاين ناس في وسط الجيش الوطني الشعبي نزهه ونقول لكم بلوس كو سا وهما اغلبيه الناس النزهه. ولكن صارت واحد يا اون لوجيك كي سي ميز اون بلاس دون لي زاني 90 في عام الدم عوام الدم داروا ان سيستيم اللي شكوا فيه برك يقتلوه. على بالكم بها خاوتنا هذه يا يو دي ميليي دو ميليتير كي اون ايتي تي موش دي سونتين دي ميليي وتكتبوا على حساب لي اسلاميست لو تيروريزم اسلاميست تعذبوا وتقتلوا علاه بور تيروريزي لي زوتر ميليتير. شو واحد ما يجي في راسه يقول لك انا نخرج ضد هذ الناس المجرمين. ils ont installé une sorte ils ont instauré une sorte de terreur والناس ولاو يخافوا ولاو يقول لك غير ما يتولهوش بيا برك باسكو اللي يشكوا فيه واش يديروا له يطلبوا منه يقتل ويعذب قدامهم. صافي دير باش نعودوا نثقوا فيك لازم تقتل وتعذب قدامنا. واللي يشوفوه مش سراق وما يترافيكيش وكذا يوليو يشكوا فيه. سي لا لوجيك دو سيستيم سي. دونك انا لما نقول عندنا احبابنا يخبرونا على بالنا بكلش. هاد الناس اللي يضربوا مع الدي ار اس في الحقيقه كاين ناس اللي سي دي اجون دي ار اس دي اجون سون تري بو كومبيتون ان فيريتي كي ترافاي. عندنا ميم خبر بلي كاين اخرين دي ميليتير كي سون بلوز او موان فيرو دانفورماتيك كي اون ايتي روغروبي دون اون كازير عطاهم دي ميكرو يخدموا ضد لا سيبر ديسيدونس يخلطوا يلوحوا دي ميساج يديروا الدعايه تاع الناس يهينوا الناس اكسترا اكسترا يبعثوا دي ميساج خدمتهم هذه. نهار كامل يخدم باغ اكزومبل في يوتيوب يحل ان سيت يوتيوب باش يسبك برك انت من بعد تبلوكيه ما يجمش يسبك بالسيت هذا يولي يخلق واحد اخر جوست باش يبعث لك اون انسولت. انا جون غوسوا دي ديزان باغ جور قسما بالله العظيم جون غوسوا ان نومبر عدت ما نحلهمش جو لي جوفر جامي الحاصل. دونك كاينين الناس اللي يخدموا مع الدي ار اس سي دي زاجون وكاينين الناس من نيتهم هذاك ما حلبت من نيته تبان له باللي انت تتاكي الدي ار اس ولي جينيرو وهذا الريجيم تبان له بلاك تتاكي في الدوله الجزائريه في الوطن الغالب يولي يسك بربع كراعيه شغل يحامي على الوطن وكذا. هذاك الله غالب عليه هذاك لا حياة لمن تنادي النيفو نتاعو تبان له بلاك تتاكي في الوطن. اخرين من دي ار اس اخرين حاشاكم وحاشا خدرك مشيتوا لدي ار اس. انا نعرف زوج ما كان لا نسميهم نعرف زوج يشيتوا لدي ار اس ويروحوا لهم واحد منهم بالوهرن يروحوا لهم يقول لهم شفتوا الفيديو تاعي تاع البارح هاني قلت له هذاك وهذاك وما يضحكوا عليه الحاصل خلينا بون. دونك لي فيديو اللي عجبت انا واش درت لي دانيير فيديو تاعك اتاكوني مي اتاكوني بصفه رجعوا لي بابا ربي يرحمه مسكين حركي اتاكو لا فامي تاعي اتاكوني انا جبدوا لي واحد الامور رجعوني نسكن في لافني مونتاني يا خوا لافني مونتاني ا باري
عندي ريزيدونس مش ابارتمون، ريزيدونس 26 نيميرو 1 عطاوني نيميرو. لا رجعوني سكنت 8 شهور في الهوتيل بلازا اتيني لي لا شومبر الاخر خلاص ب 795 يورو الليله، انا سكنت 8 شهور. رجعوني وشي يا ربي اجون دو لا سي دوبي 20 ans. عندي كنت جرو امبورتاتور دو ميديكامون افيك ان اسوسي ليباني الجي، واختلست امال ملايرات ملاير وهربت. واش قالوا ثاني؟ قالوا باللي رحت بعثني لا سي بعثني اسبيوناج لسوريا. ها بعثوني اسبيوناج لسوريا مع هذا صاحبي الليباني سو ديزون اللي عطاو حتى اسمه الليباني. و يا ربي واش الاخر، واش الاخر دخلت المسيحيه. وشكون اللي دخلني المسيحيه؟ يعني هنا وهنا دوك نرجع لها هذه. دخلني واحد سيد يسموه لو باب، انا دخلني المسيحيه لو باب اون بيرسون ويسموه دون كاميو. هذا السيد اللي دار لا فيديو باين يعرف ما يعرفش باللي دون كاميو ستان فيلم افيك فرنانديل. واش يقولوا ثاني؟ هي رحت الامريكان درت اون اوبيراسيون ا كور اوفير على صدري، وراني مشم اون كروا كريتيان في صدري في حتى الكرش تحتي مد حتى الديتاي اكسترا اكسترا. ماشي لا فولي فيوريوس. انا واش خممت لي فيديو هذا باش نوري لخاوتنا اللي يتبعوا في الامور هذا، نقول لهم شوفوا الدرجه وين وصل هذا. باسكو هاد لي جاجون دي دي ار اس à l'insu de leur propre gré comme on dit ou en connaissance de cause ils méprisent le peuple algérien. Parce que une scène qui li يحترم نفسه ويحترم على الاقل الذكاء تاع الناس، مين يجي يمشي تلقى لهم دي بوبار داك. وزيد بزياده واش يدير السيد هذا اللي يطلق لي؟ يزيد يطلب مني يتحداني يقول لي كراك راجل وتحب فريمون نصدقوك، حل القميجه تاعك ورينا صدرك. الوغ لا فريمون جو نون سي با ريفوني باسكو بوركوا السيد هذا هو وجهه انا وجهي يبان جو مبريزونت سو مون فري نو. هذا السيد انونيم متدرك ويلاجي سوز ان بسودوني ويطلب وجهه هو ما يوريش ويطلب من الناس يتعراو قدامه باش بروفي ستادير سي ا موا دو بروفي كو جو نسوي با كريتيان كو جو نسوي. انا سي جيتي كريتيان انا نقول لكم حاجه يا جماعه، انا نظن بلي كاين ناس يعرفوني نوعا ما دوبي كو باسكو صافي 5 و 6 ans كو جاكتيف انتونسيمون سور يوتيوب سور فيسبوك. احبابي اللي يعرفوني يعرفوني باللي انا لو كان جيت كريتيان نقول شوي كريتيان، ولكن انا جو سوي با كريتيان جو سوي مسلمان. انا مسلم ولو مانيش يعني ملتزم بزاف. ما كان لا نحكي على امور تاعي اللي شي اللي نديرو شي ما نديروش اللي خصني بيني بين الخلق. ولكن لو كان جيت مسيحي ما نخافش، ونعرف ناس جزائري مسيحيين محترمين ونحترمهم و ils ont leur conviction à eux c'est leur problème c'est leur affaire. دونك باش تشوفوا يعني الوقاحة. هذا السيد هذا متضرر انونيم يطلب مني انا نحل قميشتي نتعرى قدامه باش بروفي كو سو كيل دي ني با فري alors que c'est l'inverse et à lui de prouver que ce qu'il dit est vrai. مي انا ماذا بيا مادام ولينا نلطخوا رواحنا مع التفون كما يقولوا، انا نتحدى هذا السيد هذا. انا علاه خاطرش على بالي باللي يبقى الشك، يبقى الشك في ذهن خاوتي، وانا ماذا بيا الناس ما يشكوش فيا ويصدقوا يصدقوا كلامي ويامنوا فيا. مالا انا بور نو با ليسي دو دوت واش ندير؟ انا نضحكوا شويه مادام هذا السيد هذا عطانا الفرصة باش نشوفوا واش المستوى تاع الدي ار اس ونتاع الحركة تاع الدي ار اس. من دون يظل يطكي في الحركة، هذاك ولد حركي هذوك حركة هذوك. انا نقول له اولا نقول له السيد هذا يا اخي يا سي محمد، الحركي هو الانسان مش الانسان اللي يطكي هذا النظام، هو الانسان اللي يدافع على هذا النظام. دوك نقول لك علاه. لو كان جا هذا النظام هذا نظام نزيه نظام ملتزم نظام نظيف نظام مكون من ناس منتخبين حقيقة من طرف الشعب وتدافع عليه
سماك الدافع على الجمهوريه والدافع على اراده الشعب. ولكن هذا النظام وتعلى بالك هذا النظام متكون من ناس سراق، من ناس مجرمين، من ناس سراقين، على بالك باللي راهم كي سون توس ملياردير على ترونجي. ولمن يديو منين يديو الدراهم؟ راهم يديو من اللحم والدم نتاع هذا الشعب طيب، هذا الشعب مسكين اللي يهدر يقتلوه ولا يغبروه. على بالك واش صرا في هذيك العشريه هذيك؟ واش ظلموا الناس؟ واش قتلوا الناس؟ واش تعدوا على عرض الناس؟ اللي دافع على الجمهوريه يدافع على الجمهوريه بوسائل شرعيه بوسائل جمهوريه، ما يقتلش الناس في الخلا ويطيشهم في الكلاب حاشاك ياكلهم، ما يعذبش الناس، ما ينحلمش عينيهم بالفرشيطه، ما يتعداش على نساء رجال، ما يديش الدراهم تاع الناس يدخل يروح يدير بيركيزيسيون يدي الذهب والدراهم تاع الناس، ما يغبرش الناس، ما يطيشهم من الهليكوبتر من فوق الجبل وغدو راه يجيبوهم يقول لكم تقاتلوا في بعضهم البعض في الجبل، ما يسرقش الملاير تاع الشعب يروح يديهم بلاصيهم على ترونجي، ما يديش الصور تاع الشعب باش يروح يقري ولادو في الامريكان في البلو غراند يونيفرسيتي دو موند. اللي يدافع على هذا الناس هذا هو الحركي، وبالاخص اللي دافع باطل تسمى ميم با يخلصوا فيه يعني باطل من عنده. دونك انا نتحداك يا سي فلان، ما نسميكش انا باسكو نقول لك صراحه انا مانيش حقار، بصح انت والله العظيم ماني مقيمك، ولكن انا كيما تحديتني انت قلت لي حل اذا راك حل، انا نقول لك حاجه، انا قلت لك انا ما عنديش طموح سياسيه ولا كذا ولا جو دو مانتينير اون سيغتان كومون ديغاج، انا ما كانش مشكل، انا ولد شعب انا ندخل في كل المعارك، انا متواجد باش نحل هاد ثلاثه القفايل الاربعه، بصح نتحداك كون كراجل في حل ورينا بختك شي نورمالمون اللي يتخبى، انا اللي نتخبى مادام انا الحركي، انا اللي ما نوريش وجهي، نهضر واش نهضر الحاصون ما يعرفونيش شكون نورمون تاعو كونترير تالي توري وجهك، ختاش تدافع على الوطن وعلى الامه خيك، انا حركي وانت تدافع على الوطن، دونك تالي دو لازم توري وجهك وانا ندرك نختفي ختاش انا من هذوك لي فورس اوبسكور، مي اي نون دومور با موا، انت تحديت انا نتحداك اسيدي، داكور انا نحل القفايل هذا من ناحيه صدري باش تكشفني تلقاها لا كروا هذه والاوبيراسيون شيروجيكال يديروها لي في الامريكان، وري وجهك وري وجهك وري وجهك ونقمتك واسمك اخرج ربي عريانك سي، يشوفوك المواطنين الجزائريين اللي تدافع عليهم وتحمي فيهم ضد الحركه، وري وجهك قال لك راجل انا نتحداك درك سي محمد وانا نوري صدري، باش يوجي انا موريه ديجا نوري صدري باش تشوف بلي ما كانش انكروا وبلي انا ولد مصطفى بن شنوف ونسمي سما ولو حنا ما عندناش هذه تاع نسميوها سميها منا، ولد بنت عبد الصمد ورباوني والديا في الاسلام والاحترام تاع الدين، ولو انا ما يعني مانيش ملتزم بزاف بصح نحترم، انا ما كنت اختشت في خوتي اللي جاو من بعدي، ما كنت رقدنا تغني لنا غنيات بالشاويه وين يهضروا الغنيات هذوك يهضروا على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي محمد لا اون ايتي بيرسي دو دون دون الاسلام، بصح معليش تقول انا مسيحي ودخلني الباب الباب دون كاميو فريمون يفو اتر كومبليتمون، وري اخويا وجهك وانا نوري صدري، عايستي انا نقبل نهبط للدرجه نتاعك ما كانش مشكل، ما كانش مشكل انا جي لابيتود دو فاسون، وشي انت وري وجهك خياك عاود فاهمين، هذه هي مالها يا جماعه ماذا بينا نكملوا نقصروا شويه على هذا القصايص هذا نجيبوا فيها رمضان، ونتمنى لكم ان شاء الله تفوتوا كل خوتنا رمضان طيب ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ترجع الرحمه في القلوب، ونتمنى ان شاء الله كل واحد منا كل واحد منا يتفكر الشيء اللي يروح يبذروا ويطيشوا في الزباله حاشاكم، يتفكر خوتو وخواتاتو اللي راهم في الغبينه، وهذه هي، وبارك الله فيكم وبقوا على خير وصحة رمضان.